استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله صباح اليوم بمقر المجلس سعادة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص بالديوان الملكي التي قدمت لسموها إهداء لمؤلفها الصادر مؤخرا بعنوان العرب على مفترق طرق. وأشادت سموها بجهود الأستاذة سميرة رجب النابعة من واقع خبرتها الإعلامية الثرية وحرصها على الإسهام في إثراء الساحة الفكرية والثقافية المحلية والعربية بالإنتاج المعرفي الرصين والطرح الموضوعي المستشرف للمستقبل. وأوضحت سموها أن تكثيف حضور المرأة البحرينية وإبراز دورها في المجالات الثقافية والفكرية يؤكد على مكانة البحرين كمنبر للرأي والعلم والمعرفة، منوهة سموها بالأصداء الطيبة التي حاز عليها الكتاب من قبل المهتمين والمتابعين لشؤون المنطقة العربية والسياسة الدولية. من جانبها أعربت الأستاذة بن رجب عن امتنانها وتقديرها الكبير لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى واهتمام ومتابعة سموها للقضايا العامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مشيدة بما تشهده المرأة البحرينية من عناية خاصة وتشجيع كريم من لدن سموها، والذي يأتي بمردوده الواضح والإيجابي على مكانة المرأة في المجتمع وعلى طبيعة إسهاماتها في العديد من المجالات النوعية. وأوضحت الأستاذة بن رجب أن كتاب العرب على مفترق طرق هو إسهام فكري بحريني جاء مسلطا للضوء على طبيعة المشاكل والتحديات الحالية والرهانات المستقبلية للمنطقة العربية في خضم التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مؤكدا على أهمية التماسك والتكامل العربي كقوة واحدة وكتلة واحدة في مواجهة التغير والترتيبات الدولية التي تجتاح العالم.